حيت اهلا وسهلا المتابعين والمشاهدين جريده عبر. كيف باش تشوفوا معنا هاد السياره هادي عندها ترقيم اجنبي كانت راكبه على واحد السيده شعلاش فيها العافيه مدينه الدار البيضاء ديال واحد السيده يا ربي السلامه الله يلطف بينا كانت بوحدها سخنات السياره من بعد ما سخنات شعلت العافيه فاش شعلت العافيه ما لقاو ما يطفيو فيها جاو الوقايه المدنيه جاو معطلين السياره شحرقات كامله كيف باش تشوفوا شعلاش فيها العافيه كامله هاد السياره هادي راه ديال اوروبا ماشي ديال المغرب كانت حامله واحد الترقيم اجنبي شعلاش فيها العافيه من بعد ما لقاتش الطفايه ديال العافيه ما هزاش مع الطفايه ديال العافيه وتعطلوا الوقايه تعطلوا ولهذا هادشي علاش شعلت العافيه شوفوا السياره كي ولات هانتوما السياره ما بقى فيها والو الله يلطف بينا السياره شحرقات كامله بسبب الحرارة ولهذا خص الناس ترد البال تولي ترد البال ليكوي ديال السيارة ديالها في الحرارة إلا كانت الحرارة يوليو يردوا البال لأن شي وقعوا مشاكل في الصيف تتكون الحرارة والحرارة مفرطة راه كشوا الغابات تشعل فيهم العافية ولهذا الناس خصها تولي ترد البال هانتوما ما بقى فيها والو هادي هي السيارة ما بقى فيها والو سيارة ما بقى فيها والو كيف باش تشوفوا معانا ديال مرا مولاشة السيارة مرا هي اللي كانت سايقاها من بعد ما شاف فيها الوراق فيها الباسبور ديالها فيها كلشي السيارة كانت حاملة الترقيم ديال كان الترقيم ديال السيارة هو ترقيم ديال فرنسا كانت من الجالية بغاو يدخلوا بعض الناس هنايا باش يطفيو ولكن ما لقاوش الطفاية ديال العافية ما لقاوش الطفاية السيارة هذه ترقيم ديال فرنسا يلا شحرقات غير دابا شي ساعة تقريبا الشكي ولات كاملة شحرقات لا شي دا شي دا شي دا السلام عليكم على التحية الإخوان الدراري الكرام صراحة هاد بحال هاد الحوادث هادو صراحة ما السلام عليكم صراحة تحية الإخوان صراحة بحال هاد الحوادث هادو اللي وقع اليوم هنايا في الحي في عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء يعني مثلا بحال هاد الحوادث ما تتشرفش يعني هاد الشيء صراحة الناس كانوا في البحر هنا عاديين وفجأة شعلت العافية في الطوموبيل هادي أكيد ملي بغاو ما لقاوش الطفايه ديال العافيه اكيد وربما حتى السائق حتى هو ما كانش متوفر عنده الامكانيات باش يسيط بعد مولاتها برا والجاليه والطوموبيل ديال فرنسا ماشي ديال المغرب اكيد هذا الشيء اللي كاين ما كانش شي خسائر بشريه لا الحمد لله والشكر الله يعني حفظ الله وانما صراحه هذا الشيء راه كاع السكينه ديال هذه المنطقه راه تخلعوا على اكيد لان راه العافيه راه حنا كنا في البحر وجينا نجريو ولقينا الطوموبيل صافي راه كلها تشتت هذا الشيء اللي كاين نتمنوا بحال هذه الحوادث ما يوقعوش الله يحضر السلامه الله السلامه لكل مستعملين الطريق الناس باش يوليو يهزوا يوليو يراقبوا السيارات ديالهم بالاخر بالاخر دابا في الصيف يوليو يهزوا معاهم الطفايه ديال العافيه اكيد استاذ بالنسبه للسلامه الطرقيه خصوصا الناس اللي كيشدوا المسافات الطويله خصوصا الناس اللي كيمشيو مع وليداتهم مثلا بحال المشكله دابا الا وقع واحد الانسان غادي في واحد المسافه طويله مثلا 600 حتى 1000 كيلومتر هذه يعني وسط المدينه وقع هذا المشكل هذا نتمنوا من الله هذا الشيء ما يتكررش من هنا للمستقبل الله ينور كيف ما تشوفوا معنا متابعي ومشاهدي جريده عبر السياره راه تحرقات كامله راه ما بقى فيها والو ما بقى فيها والو باش تشوفوا معنا ما بقى فيها والو السياره مشاش كيف ما تشوفوا معنا
افاس دقيقة الله حق هات دقيقة الله يحفظك سارة خويا هو انت الشخص الوحيد اللي كنتي قريب لهذا السيد هذا عندك لافاج خرجتو تقاتلتو معاه درتو جهدكم ولكن اللي عطا الله عطا وي جات هي جات المرأة كتهضر معايا من الأول اش وقع كيفاش من الأول أنا كان فيني في واحد الطوموبيل تما وقت الصلاة ديال الجمعة جات السيدة قالت لي الله يرحم لك الوالدين واش ما عندكش طفاية ديال العافية سخنات لي الطوموبيل أيه؟ شويه شعلة فيه العافيه من الطابلو هو الاول من الداخل جينا جرينا جبنا طفايه وجبنا السطول ديال الماء خوينا عليه كان خويو الماء كتزيد العافيه باش خويو الماء تزيد العافيه اه كتزيد العافيه شويه تفرقعات ولا تخوان انا مابقاش ما عندهاش ما سولتهاش على الطفايه ديال العافيه ما عندهاش والترقيب ديال الطوموبيل ماشي ديال المغرب اه ديال فرنسا جيب الفرنسا وما جيبش مع الطفايه وييه هذا هو الغلط راه غلط وهذا شوف دابا هاد الغلط شحال شي كلف ما كانش بعدا شي خسائر بشريه لا والو لا بطات هي كانت هنا درتي مجهود جريتو لا درنا جهدنا والو كون مازال البنبيات تعطلات شويه كون جاوب كري يقدر يعتقوها يقدروا تقدر تحتاج شي حيت شي 40 دقيقه هي انا شعلة فيه العافيه اش بغيت تقول للناس باش يوليو يردوا البال انت دابا تخدم في الميدان ديال ايوا بنادم يرد البال يراقبوا المراقبه بنادم يرد البال يهزها معايا مع دابا الصيف بحال سخون اه كاين دابا الصاد وحتى كاين البشر اللي ما كيعرفش يسوق كيخنق الطوموبيل كيخنق الطوموبيل كيبان ليه السخونيه ما عرفش السخونيه شنو هي خاصو يطلب ليك ويدير السخونيه لا وخصوصا العيالات ما تعرف لا السخونيه لا هي هذا الشيء اللي كاين حيت الطوموبيل السخونيه اللي حرقه السخونيه اللي حرقاتها تنشوفوا دابا الطوموبيل يلاه شحركات ما بقى فيها والو لا ما بقى فيها والو هذا الشيء الله يحسن العواد دابا عندها وريقات ديالها ديال حرقوا ليه فيها في الطوموبيل حتى الوراق شحركوا اه قول شي تحرق ديال اوروبا ديالها وهذا الشيء اللي قالت لنا حيت هي كانت كتقلب على الاوراق ما لقاتهم ما لقاتهمش اه الله يصاوب شكرا لك خويا لا شكرا واجب هاني اخويا الله يصاوب السيدة مسكينة قلبت على الوراق ديالها كلشي تحرق ليها كلشي تحرق ليها مسكينة ولهذا تنقولوا للناس باش يوليو يردوا البال اللي قوي ديال السخونية بالأخص دابا في الحال سخون ملي يكون الحال سخون الناس تقلبت ولا تقلب اللي قوي ديال السخونية وبالأخص النساء العيالات تي غير تجي وتتركبوا ملي دابا الصيف ولي يقلب اللي قوي ديال السخونية يقلب لك الأخ ديالك الزوج ديالك ولدك ميكانيك جارك وبعد الله اللي يقلب لك الطوموبيل باش تشوفي بأنه واش السخونية مزيانة ولا لك تسخن بإمكانك بها لان شو ما دار دابا بسبب دابا سخنا الطوموبيل ما عندهاش طفايه ديال العافيه شو ما السياره كيروكي ولاش هاي شحركت كامله ما بقى فيها والو تحركوا لها الوراق الحوايج كل شيء تحرق لها ها الطوموبيل كي ولاش ها شوما هادشي هذا راه وقع بعين السبع السيدة من الجالية جات مسكينة باش تفوج جات للشاطئ من بعد ما تتحرق لها السيارة ديالها متابعو ومشاهدي زاد تعبير نستودعكم الله في مباشر آخر إن شاء الله.